مساء الخير. ما بعرف احكي هولندي، رح احكي كلمه بالعربي، وخاصه للجمهور العربي الموجود معنا. اهلا وسهلا فيكم. هذه الامسيه تتالف من جزئين. الجزء الاول عمل بعنوان تقاسيم، وكون المهرجان هو مهرجان للعود فسيكون سيد السهرة هو العود. فالجزء الأول هو عمل كتبته للعود بمرافقة الكونتروباس والآلات الإيقاعية، والجزء الثاني مخصص للأغاني اللي بتحبوها واللي بتعرفوها. فالجزء الأول بتمنى عليكم أنه تضلوكم معنا، لأنه العمل كثير بحاجة لصمت، وإذا فيكم تسمعوا وأنتم مغمضين عيونكم يمكن بيطلع أحلى كمان. دامس هير een vertaling van wat de heer Khalifa heeft gezegd voor degenen die het Arabisch niet machtig zijn. Hij heet u allen van harte welkom en heeft aangegeven dat het eerste deel bestaat uit een Oud-concert. In het kader van het Oud-festival presenteert hij in het eerste deel een set wat met name uit Oud-composities in combinatie met de contrabas bestaat. En in het tweede deel komt zang en zal hij de liedjes zingen die iedereen hier, of de meesten hier, zo van houden. Dank u wel. الظاهر ترجم منيح إذا زقفتوا لي. Thank you.
Thank you.
Dames en heren, wij gaan nu een pauze houden. بين الدكت وعيوني بندقية والذي يعرف رد ينحني ويصلي لإله في العيون العسلي سوا بين الدكت وعيوني بندقية والذي يعرف رد ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية بين خلينا نسمع أصوات الصبايا حتى الإعلان قدام فيهم يغنوا كمان كمان كلنا سوا بين رجلك
بندقي والذي يعرف رضا ينحني ويصل لإلهي في العيون العسلية بين بيننا مليون عصفور وصور ومعايد كثير أطلق النار علي بندقي في نبيذ الشفا وربنا
Thank you.
عظيم مع الموسيقى. Thank you.
بخيط
يلوح في ذيل ثوبك بخيط يلوح في ذيل ثوبك عساني أصير إلهاً إلهاً أصير عساني أصير إلهاً إلهاً أصير إذا ما لمست قرار في طفولة
صدري يوم وضعش عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي thank you.
Thank you.
كان على البيانو رامي خليفي. كلنا سوا يا بحري. Thank you.